حصاد الجنوب، أهلا بكم. تفقد لواء الركن فرج البحسني نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي يوم السبت مشروع المرحلة الثانية لخور المكلا. البحسني أشاد بجهود السلطة المحلية في محافظة حضرموت وبمساندة الأجهزة العسكرية والأمنية والجهود المجتمعية للحد من تداعيات المنخفض الجوي التي طالت المحافظات الشرقية. وفي سياق آخر، بحث اللواء الركن فرج سليمين البحسني نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي يوم السبت تحضيرات الاحتفال بالذكرى الثامنة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية. واستعرضت اللجنة العليا للاحتفال خلال الاجتماع طبيعة التحضيرات الجارية للاحتفال وبرامجها وإبراز الجوانب العسكرية والأمنية والثقافية التي تتمتع بها محافظة حضرموت. أمر العميد محمد ناصر الشبعان رئيس مصلحة الدفاع المدني فروع المصلحة في المحافظات المتأثرة بالمنخفض الجوي برفع الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية. الشبعان شدد على سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، لا سيما مع وجود المنخفض الجوي الذي ضرب عددا من المحافظات الشرقية ويتجه للمحافظات المجاورة للعاصمة عدن. فاز خالد محسن الخليفي برئاسة الاتحاد العربي للسباحة والألعاب المائية في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت بالمغرب، ويشغل الخليفي منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.